هذا المشموم تيست نايتو نجربوه. تيزام تيزام كي دايره؟ صافي ماما. صباح النور كلشي بخير في الله. كنلقيتي بيان بخير عليك. كلشي بخير انتيا بخير الحمد لله اللهم لك الحمد عندي ولا خطاك. بغيتي تجربي زهير؟ وي بيان سور بغيت نجرب زهير. شحال انت مع زهير؟ 10 شهور هادي دابا. قبل من عام؟ اه من العام الاول هذا. العام الاول الشكوك بداو. العام الاول الشكوك بداو. يا ضروري الشكوك بداو لقينا بزاف الحوايج خلاو داك الشكوك يزيدوا يتعجوا لنا في الراس. اه وي شقيتي؟ ديجا كنت لقيتو كيهضر معاك كيتعرف مع شي بنات في واتساب كنت دايره له ابليكاسيون كندزلت عليه في واتساب وكيتعرف مع الحكم الخدمه ديالو كيسافر هو بزاف. اه وكنت درت واحد الابليكاسيون كنت كنقرا كلشي وكنشوف كلشي كاع اللي كيدير كلشي كنشوفو. يعني درتي لي ابليكاسيون ديال البيراطاج في التليفون ديال واتساب؟ يعاقب عليه القانون ياك. درتي ابليكاسيون اللي اي حاجه اي حاجه كتوصلو هو كتوصلك انت متبع معاه كلشي كتوصلني حتى انايا. اه شنو لقيتي شنو شفتي؟ كيهضر مع بنات كيتعرف على بنات في اي مدينه كان كيمشي ليها كان كيهضر مع البنات فيها. مزيان بحال قلت له شنو لقيت واشنو لقيت واشنو قالوا لي واشنو قالوا لي وفي السياق اللي كتبغي حلف هو ما يولي يدير حتى شي حاجه. آه. وفي الصيف غير ما ولا دار حتى شي حاجه ولكن ثلاث شهور هذه التاليه شفتو تبدل عاوتاني ومع الحكم حيد لي هو داك الابليكاسيون عقبيا وحيدها. صافي ثلاث شهور هذه التاليه ملي حيدها ليا عاوتاني السيد ولا تبدل. حيت دابا شي الا درتي لوجيسيال بيراطاج لشي واحد في التليفون ما تقدرش تقول لي انك درتي لوجيسيال بيراطاج كتهضري على داكشي اللي عرفتي ولكن ما كتقولش راك درتي لي بيراطاج بيراط في التليفون. وي هذا لابليكاسيون واتساب ديال ولات واتساب واتساب ولات هي كدير مشاكل ولات كتقول تصب الجميع لكلشي كاع العلاقات كلهم. شوف كلشي كيعرفها راه ما كاينش اللي ما كيعرفهاش. مالو ما عارف كلشي كيتسالك قليل قليل هو ما كانش كيعرفها ما عندوش مع تخنتيش في داك التليفون داك الشيء راه غير شي واحد اللي قلب له التليفون ولقاه عليه ما هو راه ما كانش دايما جاي حتى حاجه. دابا ابتسام زوين كنهضر معك على الزواج وما بقاش يهضر معك على الزواج؟ كان كيهضر معايا وكنا دايرين شهر 8 ان شاء الله كانت غادي تكون عندنا خطبه. وقت اللي جا شهر 8 ما فتحش وما ولاش فتح معايا السجل ديال الهضره صافي حتى انا ما وليتش فتحتها معاه خليته على خاطر. واخا كتهضري معاه كل نهار في التليفون؟ اها كتشوف كتلاقاو كل شحال؟ دابا ولينا كنشوفو مرة في 15 يوم كنا كنشوفو كل سيمانة كنا كنهضرو في التليفون كل نهار دابا يومين ثلاثة ما عاد نهضرو في التليفون ولينا كنشوفو مرة في 15 يوم. اوكي واخا لا نعيطو نجربو. انتوما راكم في نفس المدينة ابهر؟ اه كتلاقاو كل 15 يوم؟ اه وي. واخا ابتسام نعيطو زوير خاصك لابد تهضري معاه في الاخر باش ما كان متفقين؟ واخا نجربو ونشوفو شنو كاين. السلام عليكم. الو السلام عليكم اشخبارك لاباس عليك؟ الله يحفظك اختي الله يستر. الحمد لله عزيزي نقدم لك راسي. مرحبا معك فاتي من شركه ورد المغرب. حنا واحد الشركه كنبيعوا الورد مره كنديروا قرى صغيره امبروك هذيك المره رتي جات من التليفون ديالك وربحتي معنا مشموم في الورد لما تبغي تهديه الا كنتي مزوج خاطب في شي علاقه مع شي وحده هذا المشموم حتى لعندها ما كتخلص حتى شي حاجه كلشي على حسابنا كتعطيني السميه ديالها المدينه رقم التليفون وانا كنصيفطو لها حتى لعندها. شكون اول وحده جات في بالك؟ الله يحفظك عاودي لي اختي الله يحفظك. عطيني السميه ديال السيده اللي بغيتي تصيفط لها المشموم ديال الورد والمدينه ديالها ورقم التليفون وحنا كنتكلفوا بالباقي. شنو تصيفطوا ليا؟ نصيفطوا لها مشموم ديال الورد من عندك من طرفك نتايا وما كتخلص حتى شي حاجه. مشموم ديال الورد صافي. ايوا مشموم ديال الورد مع واحد الكارت فيها شي حاجه رومانسيه من عندك. الله يحفظك. بداها بالورد وكملها عاوتاني في شي كادو واحد اخر المره الجايه عاوتاني تربح شي حاجه ما احسن. الله يحفظك. دابا الشركه ديالك ديال اورانج؟ لا لا ماشي شركه ديال اورانج هنا شركه ديال الورد. ولكن كيفاش زعما ما فهمتش فهمي لي الله يحفظك. انا نعاود نفهمك اسيدي بشويه. حنا شركه ديال الورد مره كنديروا قرى باش كنعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا شنو كنديروا ودير الشركه ديالنا وكنبحال الكوميرسياليزون ديال البرودوي ديالنا داكوغ فوالا مره كنعزلوا المراه النمره اللي عزلناها كنعيطوا لها باش كنربحوا هذا المشموم هو كيختار ولا هي كتختار لمن غادي يهديوه سواء راجل ولا امراه خصهم ضروري انه الشرط الاساسي انهم يكونوا في علاقه مع بعضياتهم. واخا خصني نعطيك السميه والمدينه. اي عطيني السميه والمدينه ورقم التليفون. كاين الشرط وغادي نعطيك السميه ابتسام. اها عادل. اها السميه عادل. اها انا غادي نعطيك نخليك النمره التليفون خليك معايا صافي. بلاش صافي بلاش 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 زهير بلاش انت راك شاد طريقه صاحبي بلاش وكتهضر في التليفون واش انت هي وقفتي مزيان برافو عليك زهير واش انت هي اللي قال صافي داكشي اللي كاين ابتسام انت هي ابتسام عادل هي انا
سيدي راك نجحتي راه زوين عجبتيني عرفتي كنت تسول كنت تسقسي كنت فهم برافو عليك اخويا والله العظيم برافو عليك اخويا معاك مومو عرفتيني اخويا معاك مومو مرحبا خويا مومو بخير مرحبا بك معنا في الماتش ممتاز ابتسام اللي عيطتنا باش نعيطوا لك باش نجربوك هيا دوز عليك هضري معاه هضري معاه ابتسام خير زوين مزيان صافا اني صافا اني كلشي بخير كيفاش كانت الفطور الصباح الفطور زوين والمفاجاه وشكرا لك بزاف ورد سمومو اخويا اخويا كاين المشموم بالورد اخويا كاين المشموم كاين كلشي كاين منو كاين كلشي كاين اخويا كلشي كاين شي حاجه تكون زوينه اخويا مومو من عندك الله يحفظك مرحبا اخويا وغادي شوف راه هي كانت كتسناك تجي تخطبها في اوت ان شاء الله في اقرب وقت غير مور المشموم نجي نخطب اخويا لا حنا المشموم غنصيفطو لك باش تدي معاك الخطوبه مرحبا الله يحفظك اخويا مومو ونعرضو عليكم ان شاء الله الله يسهل عمر اخويا باركم الله يكمل بالخير حبيبي الله يكمل بالخير بالخير ابتسام بقيتي على خاطرك صافي ارتاحيتي صافا صافا شكرا ميرسي بزاف ماما صافا صافا شو صافا سيكا ما منيشه ما قالتش كلمه واحده اخرى قالت شي سميه واحده اخرى قالت شي واحده اخرى ما قالت حتى شي واحد اخر قال نيشان قال ابتسام بسميرك نيه مالك شويتي واش بغيتي هادشي راه طلع صافي شي قال نيشان نيشان الله يكمل لكم بالخير ديروا معنا الماتش ممتاز ممكن 05 30 330 330 05 30 330 330